الووتر مارك هو حماية للملف، حماية للمحتوى تبعك، حماية من طباعة الملف تاعك إنه يروح مثلاً يصير ناس تداوله على سبيل المثال أو يستخدموه أو يطبعوه أو ينسخوا محتواه حتى، فالووتر مارك إشي بحافظ على ملفك ببساطة من يس اليسار من هون إحنا تكلمنا مسبقاً عن الهدر والفوتر، الآن بدنا نتكلم عن الووتر مارك، بدي أشيل أي ووتر مارك موجود إذا كان فيه، فجيت من هون عملت ريموف وعملت أوكي. Okay. وبالتالي هيك تأكدت انه ما في اي ووتر مارك على الملف تاعي الووتر مارك زي ما حكينا هو حماية فلما انت تعمل اد على سبيل المثال اعطاك من هنا جميع الاعدادات المهمة اللي احنا بهمنا ان نعرفها عن موضوع الووتر مارك الووتر مارك عبارة عن نوعين ممكن تحمي ملفك عن طريق تكست وممكن تحمي ملفك عن طريق صورة وخلينا نشوف هاي ونشوف هاي تحمي ملفك عن طريق تكست ببساطة إنك تيجي هون تكتب مثلا don't copy مثلا إنك ما بدكش حدا ينسخه وبالتالي don't copy هيها صارت هون تمام من السايز من هون حكيت له بدي إياها تكون على سبيل المثال بهذا الحجم مثلا أو خلينا كمان نكبرها هي 85 مثلا وبالتالي صار حجمها هيك حكيت له بدي يكون مثلا لونها أحمر بدي تكون مثلا مش بهالقوه هاي يعني هون شوف حتى هي طالعه فوق الكتابه فاحنا لا مش لهالدرجه يعني بدنا نعمل هيك احنا بدنا نخليها لورا وبالتالي حكيت له بيهايند بالاضافه ما بدنا نخليها بهالقوه هاي لانه برضه ضررت الكتابه فممكن نخفف الشفافيه شوي بهذا الشكل بالاضافه اني ممكن اخليها تكون مايله ك 45 درجه زي هيك وجيت من هون وكبرت التكست كمان وبالتالي صار عندي هذا الاشي إذا فعليا أنت حطيت دونت كوبي على أساس أي حدا يكون مسؤول قانونيا إذا بينسخ أو بيصور أو بيطبع هذا الملف لأنه عليه ووتر مارك، عليه حقوق ملكية تمام الآن من هنا أنت ممكن تعدل على الألايمنت تعدل على اللون تحط خط تحت كلمة دونت كوبي تغير الفون وبالتالي كل هاي التحكمات هي تحكمات بالنص اللي أنت كتبته الأبيرنس هي تحكم بالشكل اللي انت بتشتغل عليه كلمة دونت كوبي نفسها بدك إياها قدام بدك إياها ورا هل بدك هون تتحكم بسكيلها مثلا بدك تكبرها بنسبة مئوية معينة بدي إياها تكون مية بالمية من الصفحة وبالتالي بهذا الشكل مية بالمية من التكست ولا بتحب إنها تكون مثلا مية وعشرين حتى بالمية وبالتالي بتكبرها أكثر وبالتالي طلعت برا حدود الصفحة فلا أنا ما بديش نسب أنا خلاص هون خليني على حجم ال ال التكست وخلص opacity من هون تتحكم بالشفافيه من هون الروتيشن اللي هي الدوران واذا بتحب انت تعمل نسبه دوران معينه برضه بصير انت تصير تعدل على الدوران زي ما انت بدك برضه بصير الابيرنس اوبشن هون صراحه كثير بتهمني جدا 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 مهم خلينا نركز فيها لو سمحت من هون بحكي لي شو ان اذا هاي الدونت كوبي ما بدك تبينها وهي على الكمبيوتر يعني لما حدا يفتحها على الكمبيوتر ما بدك اياها ت... يعني ما بدك اياها تبين عادي وانت فاتح ملف البي دي اف على تابلت على كمبيوتر عادي استمتع فيه ما عندي مشكله وبالتالي بشيل الصح لما انه شو وين ديسبلاي اون سكرين هيك انه هو فاتحها على التابلت فاتحها على الموبايل ما بيشوف دونت كوبي ولكن المفاجاه لما يطبع لما يطبع حتبين معك <applause> اذا صفت الفكرة انك انت بتحمي من الطباعة وليس من الشوف، يعني عادي يشوف استمتع الفايل تاعي ما في مشكلة. ولكن ممنوع تطبع وبالتالي كلمة دونت كوبي راح تظهر عند الطباعة. ممكن تقول لا أنا بدي إياه لما يشوف على الشاشة يكون في دونت كوبي أو مثلا كذا، ولكن عند الطباعة يطبع تمام، ما فيش مشكلة. تمام. الآن ممكن أنت تغمق الدونت كوبي وتخرب الدنيا يعني مشان على أساس أنه انت ما بدك حدا يقراها يعني من البي دي اف علشان تحمي الكتاب تبعك ما بدك حدا يقراه من البي دي اف انت بدك يطبعه يطبعه غصب من عنه لانه مدفوع مثلا على سبيل المثال فانا ممكن اجي اعمل من هون دونت كوبي كمان دونت كوبي كمان دونت كوبي انزل كمان سطر وكمان دونت كوبي وكمان دونت كوبي وما الى ذلك وجيت من هون وغمقتها بالعكس وحطيتها من هون فوق الكونتنت على اساس انه انا فعليا يعني بدي اذي الحدا اللي بده ممكن ممكن يقرا ما بدي حدا يقرا وبالتالي خربت عليه بحيث انا جد بدي اخرب على اللي بده يقرا الملف تبعي ما بديش حدا يقرا الملف انا اللي بدي اياه بدي اياه يطبعه تمام اذا خربت عليه زي هيك علشان ما يعرف يقرا وبالتالي بروح من عند الابيرنس اوبشن بحكي له انه اون سكرين لما يشوف ملف البي دي اف على الكمبيوتر او التابلت او الموبايل الأمور تكون تمام ولكن لما يطبع يبين أو العكس أنا بدي إياه يبين أثناء أنه لما يشوفه على الكمبيوتر بينما لما يطبعه يروح هذول هم التو كنترولز اللي صراحة كثير بهموني بالنسبة لموضوع الوترمارك مارك على العموم جيت من هون قلت له لا خلص خلينا نمسح هذا الكلام كله ودونت كوبي واحدة مثلا هي دونت كوبي اوكي إذا هيك صارت وحدة وحطيناها مثلا ورا وما إلى ذلك، طبعا هون أنا بقدر أتحكم برضه بالمكان، يعني بقدر أغير مكانها من خلال الإحداثيات للفيرتيكال والهوريزونتال. بشكل عمودي بتغير مكانها أو بشكل الأفقي برضه بهذا الشكل، بدك إياها بالسنتر على تحت فوق برضه بتتحكم بهذا الإشي. بدك تتحكم مثلا بالسانتي مش بال بالملي برضه بصير وبصير تتحرك أسرع طبعا لأنه أنت بصير تتحرك ب <سؤال> هذا كله الكلام اللي احنا حكيناه كله مبني على التكست الان لو جينا اخترنا فايل ببساطه هو بستنى منك انك تاخذ فايل معين صوره ختم مثلا صورتك مثلا صوره توقيع على سبيل المثال فانا كبست على براوز واخذت مثلا هاي الصورة على سبيل المثال وبالتالي حط لي الصورة هاي، حطيتها مثلا ورا وبرضه جيت خففت الشفافية برضه بصير، أنت تخيلها ختم مثلا أو تخيلها مثلا توقيع أو شيء اسمك مثلا أنت كاتبه كتابة مثلا أو أو حتى صورتك يعني صورتك الشخصية مثلا أو إطار معين وتصميم معين أنت عامله برضه ممكن تحمي ملفك فيه. طبعا هون البيج رينج اوبشن انت في صفحات معينه هي اللي بهمك انك تحميها فممكن تيجي من عند البيج رينج اوبشنز وتحدد عدد الصفحات المطلوب يعني انت ما بدك كل الصفحات يكون عليهم ووتر مارك. لا انت بدك بس صفحات محدده وبالتالي بتيجي من البيج رينج وبتحدد شو الصفحات اللي انت بدك تحط عليها الوتر مارك طبعا بعد ما تطبق هذا الموضوع راح تنزل الووتر مارك على جميع الصفحات بهذا الشكل طبعا ببساطة أنا باجي من عند الووتر مارك من هون ممكن أعمل أبديت على أساس بدي أغير تغيير معين والله بدي أزيد الشفافية مثلا على سبيل المثال بدي أغير أي شيء بالأشياء الموجودة وبالتالي صفت الفكرة أنك أنت بتقدر تعمل أبديت أو تعدل على الووتر مارك بالإضافة أنك بتقدر تعمل ريموف وبالتالي بشيل الووتر مارك عن جميع الصفحات بهذا الشكل. السؤال الأخير اللي بدنا نسأله هون اللي هو هل لو شخص معين منزل ملف مثلا بي دي اف على الإنترنت وحاطط عليه ووتر مارك حامي هل أدوبي أكروبات بفك الحماية؟ نعم عادي أنت بتدخل على الملف اللي عامله هذا الشخص على ملف البي دي اف وبتفوت على الووتر مارك وبتشيله ولكن هي بتصفي قضية أخلاقية يعني أنه أنت هو حاطط ووتر مارك يعني أنت ما بصير تشيله وبالتالي يعني هو فهمك انه هذا ووتر مارك فانت المفروض اخلاقيا ما تشيله ولكن كادوبي اكروبات بيتعامل مع الامر عادي زيه زي اي امر ثاني وبالتالي بتدخل مثلا تعمل ريموف وبالتالي بيمسح الووتر مارك